وخرج 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 ارجع 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 لكم حالي اي ورا ورا شوفوا لا رجع لا لا احنا نعطيهم مجال اكثر يا عبد المنعم سلام سلام ورحمة الله بيت الشر اقعد سكي سالفة عليك الا معه عبد الحاج عبد الحاج ايوه انا المسبله قتل فطيري مع علمهم المسبق بوجوده في السياره المذكوره
وبعد ذلك مباشرة وصلتنا فروع من آل دحنان 10 بنادق 200,000 ريال كفن وعقيرة وسيارة مقواد الحكم بواسطة الشيخ يحيى بن مناع بن علي. وبعد ذلك وصلتنا ورقة تحكيم من آل دحنان وهم الشيخ صالح مبارك دحنان وناصر بن أحمد بن عامر عن أنفسهم وملتزمين على آل دحنان بحضور الشيخ ناصر بن أحمد مهيوب وهي بخط الشريف أحمد بن يحيى بن مناع محررة بتاريخ 4/7/2011 بأنهم محكموا ناجي صالح شنق وكافة آل شنق المسالمة في لوم ولدهم ناجي بن ناصر شنق الذي قتلوه آل دحنان في الطريق المسبلة والمقتول فطيري ظلما وعدوان عابثين بكل القيم والروابط التي بيننا وبينهم وأساءوا إلى الجيرة التي أوصابها الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ولم يضعوا أي اعتبار لوالد القتيل الدكتور ناصر الذي يسهر الليل على خدمة الجميع. وبناء على ما سبق شرح أعلى حكمنا بالآتي: أولا المحدش محدوش في القتيل ناجي بن ناصر ناجي شنك. ثانيا تسرح بنادق الدم التي أراق الدم القتيل وعلى آل دحنان 5 حلافة أنها لا عدلت ولا بدلت. ثالثا يحدد سعر الغالي 250,000 ريال. رابعا سنة صلح الآل دحنان من آل شنق المسالمة في القتيل تبدأ من تاريخه. خامسا يكون مجموع المبلغ المحكوم به 30,250,000 ريال يسقط منها الثلث لرد الوجه والفروع في حينها يكون المبلغ المتبقي 20,166,000 ريال يسقط منها 2,000,000 للشيخ الشهيد ناجي بن أحمد مهيوب ويسقط منها أيضا 2,000,000 للشيخ الشريف يحيى بن مناع بن علي وأصحابه تقديرا لجهوده في معالجة قضايا المنطقة ويسقط منها 4,000,000 ريال للحاضر والغائب ويكون باقي المبلغ المحكوم به 12,166,000 ريال نقدا لا قاطع فيها ولا مقطوع ولهم على حكمنا الوافي نصف المبلغ لفك العدال والنصف الآخر في 6 أشهر من تاريخه. هذا ما حكمنا به والله ولي الهداية والتوفيق. ناجي صالح شنق عبد الله أحمد شنق صالح ناجي شنق. لكن دوري أتكلم. أول حاجة مثل ما قلتوا والله إحنا جورا إحنا أخوة الجار لا إحنا ولا أنت إحنا قب الصعب لا. على كل حال أنا أقولك مباي مش علي أنا على الدحنان كله كبيرة وصغيرة إنهم حزنوا مثلكم أو ونواجه أتولدكم إنهم وجهت نظر لكن هذا أقدار والأقدار ما عندهم. ثانيا لازم تفهمون ان احنا مهم الليلة ان احنا من اول ليلة ان احنا اتفقنا قال احنا قالوا احنا لا يمكن في هذه القضية ان احنا ان رأي فيها الا ان نسمع وناحي من اصحابنا لان تدخل بنا غالي اقسم لكم بالله وانتو تدرون انكم ماشي جاء كلامنا انكم تطرحون وتقولون نام لها الله كذا كذا ونقول حاضر الليل حديثنا هو ونختم كلامنا جرف حكمكم وعلى رسولنا وسلامه سلم صلوا على رسول الله. احنا بعد كلام دحنان خلصوا عن النبي ما بنستطيع نقول لكم شيء الا ان احنا في اثناء الكلام والحديث في بداية الهرج مع الفروع وقفاها والشروط الذي انتم امليتوها علينا وعليهم قالوا كيف إذا شي غوى قلنا هنا لا وجهك مثل ما وجه الوجه ما يبيضه ولا ذا إلا كلفه واجد لكن لا ظهري ما شفتوا إنه غلط عليكم وباطل خلوا الحق منهم وخلوا الباطل علينا اللي دخلنا وندرنا معكم ليلة خير رجال شرف وكلامكم وافد وانتوا رجال سننتوا عماركم وتسنوا اللي يستشيركم أركم على الله إن من إحنا عاد إحنا مراجعين ما حد يقول الوسيط الرجال ذا من الكلام الذي أنتوا قلتوا في حكمكم أدى الهرج اللي سمعته لكن ما عاد بيقول الهرج اللي بعده إحنا اللي نقوله إحنا نحن عاد إحنا مراجعين عندكم ما شفتوا اللي يزيد ينزل سلامتكم عاد ينزل إحنا بدخرمنا كل واحد إلى مكانه فرجاء يعني إن الكلام قطع في الصورة الثانية اللي تواها غير كلام ربي ما يتبدل أما الحاضرين الهم راجعة كلام ربي ينسخ آية ويثبت آية الحاضرين الهم راجعة الآن لهم حق عليكم الحاضرين لهم حق عليكم
الحاضرين اللي غير الدحنان لهم حق عليكم وحقهم على العين والراس كل واحد يعني يتجهد احنا لبها في الساحة قد عرفنا على انفسنا بالكلام ذا البها في الساحة هنا ذا الحين صافي الليلة والليلة هي اكبر من الفلوس والناس اللي تحضر اللي تحضر هي عليها ملامح مثل اللي عليه والمبقل واليوم عندك يا صاحبي واليوم عندك ثاني ولازم الناس تسكر بعضها البعض وانتو والله انتو المسالمة وانتو